وينضم إلينا عبر الهاتف عضو لجنة الخطة والموازنة ببرلمان عام 2012 الأستاذ محمد مسعد. أستاذ محمد أهلا بك. بداية، لماذا أقدمت الحكومة من وجهة نظرك على إلغاء منظومة الكارت الذكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمر طبيعي في هذه العصابة التي أتت لتعذيب المصريين. كانت في مقعد السيسي من بدايته ذكر أنه هو جاء عذاب على المصريين. نذكر الدكتور باسم عودة لما وضع فكرة الكارت الذكي وبدأوا في الشروع يدوب لسه هيطبقوها، وكانت هتحل المشكلة بشكل حقيقي ويصل الدعم المستحقي، كل سيارة تاخد احتياجاتها بشكل حقيقي. لكن دول مع الأسف هم لا يعنيهم وصول الدعم المستحقي، بل بالعكس يعنيهم وصول الدعم إلى غير المستحقين، لأن السلسلة كلها بتاعتهم من أول القيادة الكبرى اللي مسكاها لواءات ومرورا بالقيادات اللي في وزارة التموين ثم لغاية صاحب البنزين الصغير اللي حصل على ترخيص البنزينة بالمحسوبية وبالقرابة وبالوصابات، كل هؤلاء هم اللي عانوهم، وهم دول اللي هيحرصوا برضو على انه يظل يغنوا على المصريين ان الدعم واخد مننا واخد من الموازنة عشان يوصلوا لهذه العصابة وهذه الصبيان التابعين لهم. استاذ محمد، يعني هل الامر من وجهة نظرك علاقة باتجاه الحكومة الى الغاء الدعم بشكل كامل على المشتقات البترولية؟ ما فيش شك، هم الكلام ده واضح في الموازنة العامة للدولة، التخفيض الهائل اللي نزل فيه المخصص بند المخصص للدعم في البتروليات، وبالتالي هم الموضوع ده ماضي فيه، لكن سيظل يحافظ على شيء قليل، يعني لزوم إطعام الفم والأفواه اللي هي تابع عليهم من صبيانهم المنتشرين في منظومة الدعم من أول القيادات العليا إلى السفلى. وهم مع الأسف برضو لا يملكوا يعني قدرة على التخطيط، يعني خدت قرار بأنك هتشيل الدعم مجاملة لهذه الشركة تابع المخابرات تهدر قرابة 700 مليار جنيه، يعني ثلاث سنين وانت عارف ان مفيش دعم حيوصل والموضوع منتهي، لازم لماذا تستمر فيه؟ يعني لا اعنيهم اي شيء من المصالح، وهو مشروعات كلها كده، يعني انا نفسها عثرت مشروع احد المشروعات نزل في وزارة المالية اعادة تقييم الضريبة العقارية على الاطيان الزراعية، واهدر فيها ايام بطرس غالي 30 مليون في علف كان المليون يساوي الشيء الفلاني، ثم وضعت في الأدراج. ما أكثر اللجان والدراسات الفاشلة اللي وضعت ثم اتكرها بعد كده فسادها. يعني على سبيل المثال عندك موضوع البنية التحتية للصرف الصحي ومرفق ماسوب بينفق كان عليه مليارات، يظل المشروع معمول ومفتوح لعشر 15 سنة إلى أن ينجزوه، وبعد ذلك يسلم. هذا بالتحديد أستاذ محمد، هذا بالتحديد ما أود أن أسأل عنه. يعني أعضاء البرلمان تحدثوا عن إهدار ما يقرب من مليار جنيه مصري على المنظومة، كيف تم صرف هذه الأموال على الرغم من توقف عمل هذه المنظومة من الأساس؟ نعم، أولا الميزانية إعداد الموازنة للدولة مع الأسف بيعد في مصر بشكل خاطئ، أن كل بند في سنة معينة بينظر ليه أن السنة الجاية يزاد بنسبة 10%، فلو مثلا بتاخد لها 200 مليون السنة دي خليهم 220 في السنة اللي بعدها. لكن لا. مدى جدوى هذه المشروعات وتقييم الأداء، وإحنا كنا عطينا بدايات موازنة الأداء وليست موازنة الاعتماد بالنسب المئوية والزيادة، لكن مع الأسف هم أجهزوا على التجربة لأن وجدوا أن حيحصل نجاحات والشعب حيتمسك بهذه الناس الحريصة على مصر. أنا قلت ذكرت حضرتك أني لاحظنا أن مشروعات مفتوحة وبدون دراسة، ويظل المشروع مثلا في نسبة تنفيذ 80% وفي مشروع ثاني في 20%، يظل الاثنين ماشيين مع بعض ولا يسلم هذا ولا ينهى، مثلا ابو 80% يطلب عليه حتى يسلم ويشتغل ثم يتجه الى الاخر، وهكذا يسلم المشروع بعد ان يكون مضى منه 10-15 سنة، يعني ضاع او ربع العمر افتراضي منه، والناس اصبحت في عناء، بل قد تكون الطاقة الاستيعابية بتاع المنطقة اللي صنع فيها او نوضع فيها زادت عن حده، وهذه هي العصابة التي تحكم مصر الآن. عضو لجنة الخطة والموازنة ببرلمان عام 2012 الأستاذ محمد مسعد، شكرا جزيلا لك.